هؤلاء بعض من يوصفون بالمرتزقة، وجدناهم محتجزين لدى الثوار الليبيين بالقرب من مدينة البيضاء. بعضهم يقولون إنهم ليبيون، فيما ينتمي البعض الآخر إلى جنسيات إفريقية مختلفة. إيش اللي جابك هنا؟ والله لا عارف، فجأنا قالوا لنا فيه احتفال وفيه كذا، عارف زين لقينا والله وجه جاب صاير، ما عندناش العلم يعني بين حاجة. عرفت لقينا والله. مين اللي قال لكم إنه في احتفال؟ والله إحنا طبعا تبع كتيبة أمنية، فكنا نضربة في معسكر بعطني، عرفت معسكر بعطني طبعا كنا نضربة فيه، جابونا قالوا لنا في مظاهرة سلمية. إيه قالوا لنا في احتفالات وعساج بنجي مظاهرة سلمية، جينا روحنا في ضرب نار وبسلاح. منين أصلك؟ تشادي. إيش اللي جابك هنا؟ جابنا الظروف. إيش هي الظروف هذه؟ هذه جينا نخدم نرزق ونرده. عدد من هؤلاء يزعمون أنهم لم يكونوا يعلمون أنهم سيصبحون طرفا في معركة ضد متظاهرين ليبيين عزل. كنت في الحبس، بعد حلوا الحبس هربت الحكومة، حلت الحبس في المغرب عند غراك كنسي فيه وماشي ترابس، لقيت الطائرة ماشي بلاش، أنا ماشي ترابس، لقيت الناس كلها راكبة، أنا كل ركب معاها، أنا نادم شعبي مدني هذه اللي قاعد قيّة، وجابوا نزلنا المطار عشان خلاص، جابونا المعسكر، رقدنا مباكرتها في الليل، سال الضرب كب كب كب. هؤلاء بعض من يوصفون بالمرتزقة، رواية بعضهم تزعم أنهم قد غرر بهم، لكن الكثير من الليبيين الذين اكتووا بنار هؤلاء قد يشككون في هذه الرواية. جثث بعض هؤلاء المرتزقة التي لا تزال تحفظ في ثلاجات المستشفى تقدر بالعشرة تقريبا، فيما يرقد في أجنحة موازية عدد من الأشخاص الذين أصيبوا في المواجهات التي وقعت بين الكتائب الأمنية المدعومة من المرتزقة والمتظاهرين العزل. نصر بدري، الجزيرة، مدينة البيضاء.